وخلصنا اول اكتيفيتي وبعدين احنا شربنا اساي سموذي عند سادل، لقينا سادل هون دغري استغنينا الوضع، فلا جايين نعمل شيء اسمه جو جرافيتي اللي هو هاد السكوتر اللي هنيك. بس حبيت فرجيكم هاي الزحليطة، بتركبوا على هذا الدولاب وبتنزلوا مثل هدول. It's fun. بس نحن حبينا نعمل شيء جديد مو مجربينه من قبل. ما شاء الله الفيو ما احلى، والجو صار كتير احلى اول ما نزلت الشمس. اول ما نزلت هيك بردت شوي، صار في هوايات حلوة كتير. هاي هي السكوتر، هي سكوتر كهربائي، بس شوف الدواليب، دواليب مثل الاي تي في، مثل الموتورات، وفينا نوقف فينا نقعد كمان. الله والله شكله حماس. It's nice. ايه انتو شو عاملين؟ شو تخبرونا؟ شو كيف الحياة؟ اوكي صغيرنا المخطط لانه حجز الموتورات على الساعة 7، هلا الساعة 5:30، بس هلا اجينا على قرية حتاز دي فرجيكو سيارة الشرطة. واو جايز. اول مره بشوف هيك شيء. سو اجينا حتى فيستيفال، هون في كل الاكل، كل الاشياء الحلوه، تمشايه في جنب، هي محيطه ببحيره، هي سولت، يعني اماكن نحن بنروح ناكل فيها وهيك، بس ليكوا البحيره هون. الله والله اجواء. شو هلا انت رحت لها يا ما حكوا انه الاهيل بالبحيرة. اهلا هلا والله. عندنا صوت، ايوه عندنا اكلات ظريفه، عندنا المهرجان هون، حتلاقي في كثير اكتيفيتيز للاطفال وللكبار اللي مثلي انا وغيث. المهرجان لحالك كبير. ها المهرجان لحضرتك؟ لا بس انا عم بشرح لك عن المهرجان، يعني انا طفل. سو كمان في اماكن شوي لك، وفي ناس جايبين كراسيهم يقعدوا يتسلوا، بس عن جد الفيو رائع. لحظة رح أقرب لهونيك لصور لكم عشان تشوفوا الفيو عن جد. شوفوا في ناس عم يعملوا كاياك. واو عن جد رحلة حلوة، يعني كل الأماكن اللي رحنا لها حلوة، كل شيء عم نشوفه حلو. أهلا أكيد طب. زياد خد إجا تليفون. تليفون لك والله، أنا هيك تليفون زياد. شوف هاي لو كانت في الأرض والله حفكر زنوبه. حطيت الارض. سوري طلع تليفون. الو معك شحاطه. الفرد الثاني هيا عادي جنبي، تفضل. قصدي على زياد. عفوا عزياد تجيك فرد عزياد. قصدي عزياد. سو كل هاي الاكشاك هون كلها لوكل، يعني كل وحده هون مستلمه كشك هي اماراتيه وانتاج اماراتي كله. كثير حلو. اوكي سو اجينا على اخر اكتيفيتي اللي هي السكوتر. ثانك يو. اتس فيري نويزي. سو بسكليتات بس هن سكوتر، وبنطلع فيه على الجبل او ما بعرف شو. المهم اوكي انا خايفه لانه كله بحس برا طلعات ونزلات، فانا حاسه حالي رح اوقع، بس ما لازم احس لانه اذا حسيت رح اوقع. ليك هدول غيث. سو ابديت سريع، حطيت هدول وكمان تبان ركب لانه ما بدي اذي حالي، بس شكلي رح اوقع هيك على الاماكن اللي انا مو حاطه بروتكشن فيها. غيث اوكي، والسكوتر تبعي ماتشنج مع الاوتفيت. ايوه نفس الشيء. Keep the hands here. The brake. Okay, I'm always sloppy. Yeah, whenever you're sloppy because it is just sloppy. It goes so fast. Okay, so وصلنا لهون وشوفوا تحسوا حالكم بهوليوود، بس مكتوب حتى ما بعرف اذا مبين. اي والله مبين، في ليك هون وليك هون كمان. الله على الفيو يا الله. اشعر بدني حبيبي مقلزة. اوه ماي جدنس. احمله غيث عادي ما بصير شيء، انا ما عم صور.
ضفدوع يا بضل ينطنط بدك تمسكه هذي اذا عصرته بحسه لا ما بيصير شيء بينط عليك والله لا ينط عليك انا كان سوري يا حبيبي عليكم السلام لا تنط نط 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 استنى حوطي بعدين نط اوكي تفضل جمب عادي امسكه بس انا يا تمسكي ايه يلا بس غير ثانية خذها يلا خاف ما حينط عليكي يلا يلا بس قبل ما ينط ديك حبيبي مسكي كسر رجله ما كسر رجله ضفدع كيف بده يكسر رجله لازم وقف لي يا امانه مسكي 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 فعاليات مع الضفدع ما بعرف ليه خفت بالعادي ما بخاف اول مره بدي احمل في ضفدع امسك انت كثير كيوت ديك معك 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 سني سني نط على الشاشه يلا باي باي فوقي باي اوكي سجع عم تسأليني وين قريج هي قريج عم تحاول نعلمها تركب بسكليت انا مو عامله تامين اذا في شركه تامين بتحب تعمل لي سبونسر هلا مبدئيا اسنانك امنا عليه هون غير الاسنان ما ما بنصلح حط اصبعي بالنص لا يا حبيبي لا لك لا البسي برجلك شو دخل مفكر حالي راكب حصان لا مو حصان قريج فكرت انه مثل الحصان ممكن ترجعي تعيدي الحركه شوفوا قريج شلون بتلف بالبسكليت على فكرة بيدور لحاله تي بس امشي اسمعي شو اذا وقعت انا بمسكك ما تاكلي هم بسم الله الرحمن يا قلبي اذا ما عندك تامين نحن مو مامنين غير على اسنانك هلا جوزك بيصلح الاسنان مين بده يصلح الباقي هلا حدا بيحزن علي بيسوي لي تامين يا منذر مرتك جايز الحمد لله تركت السناب ومسكته تخيلوا معطيني بسكليت طلع الفرامات مكسورة أول مرة معطيني أسوق بسكليت ما فيه بريك تخيلوا طعتوا واحد أول مرة بسوق سيارة لك 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 سيارة بلا بريك قال يا ريتني تركت الباب مفتوح جايز مشي الحال لا عم تسوي لحالك كملي بس لا دعسيني برافو تركها كانت ماشية صح روحي هاي السنة برافو مش الحال تمت الأم بنجاح برافو الشحاطة هون لو سمحتي كثير تعبت برافو إن شاء الله ألف مبروك هي أحد أهداف 2024 حققتيها قبل ما تخلص 2023 ميب هذا ما فيه بريك